منها جزئين لأنه فخم ضخم كده، فهنخلص الجزء منه وبعدين نديلك الاستراحة وبعدين نرجع تاني نكمل بقية الجزء التاني. احنا قلنا في المحاضرة الأولانية إنك عشان تشخص الشيست اكس راي تحطه على الفانوس وتتأكد إنه معمول كويس، وإذا كان فيه كلينيكال داتا مهم جدا بريفيوس فيلمز، وبعدين تفرق ما بين الفوكال والديفيوز. الفوكال لانج ليجن في الاكس راي واضح جدا، وفي السي تي برضه نفس الحكايه، دوت اكزامبل لفوكال لانج ليجن ودوت ديفيوز. والديفيوز لانج ديزيز زي ما هو معروف بيحتاج هاي ريزوليوشن سي تي، والهاي ريزوليوشن سي تي انت اتسالت عليه اكتر من مره في مؤتمرات الامراض الصدريه، هل هو بالطلب ولا بينزل لوحده؟ فالاجابه طبعا بينزل لوحده، كل المالتي ديتكتور سي تي بتعمل هاي ريزوليوشن لوحدها من غير ما انت تطلب. وبالتالي كان ايام زمان بالطلب، وما كانش بيتعمل الشيست كله، تاخد بس ثلاث مقاطع كده عينه تعمل عليهم هاي ريزوليوشن، لانه كان بيأثر على الاكس ريتيو. فالهاي ريزوليوشن طبعا اوضح بكتير جدا من الكونفنشن. ونصيحه مخلصه ليك، الناس اللي هم بيعمل شيست اكس راي لاي سبب، يعني كده يتوظف يسافر ما اعرفش ايه، ما تقراش الشيست اكس راي بالهاي ريزوليوشن خلاص، عشان هيدخل جواك الهواجس. بتوع الاشعه عشان عايشين طول عمرهم في الضلمه، وبالتالي كميه الشياطين اللي هي متعششه جواهم كتيره جدا. فانت اول ما تيجي تبص على الفيلم يجي الشيطان الاولاني، برونكيكس مش عارف مين، وتفضل انت رايح جاي ما بين الجماعه دول لحد لما تهبب عيشه المريض. فانت لما تكتب تقرير سي تي شاست تكتبه على اللي مش هاي ريزوليوشن خلاص. انا بصر على كده، هم الفنيين بيستسهلوا يقول لك عشان الدكتور الكلينيشن ما يفتحش بقه، بس انا لا، انا بحب اكتب على مش هاي ريزوليوشن. لما تكون حاجه بقى ديفيوز يبقى نتكلم كده. ده الفرق ما بين اللي مش اللي هو الكونفنشنال وده الهاي ريزوليوشن. طبعا البرونكيكتس اوضح والفيشر اوضح والحاجات دي كلها كتير جدا من التاني. نقطة مهمة جدا في الديفيوز لانج ديزيز، أي واحد كبير في السن لما تنيمه على ظهره بيحصل حاجة اسمها ديبندنت اوباستس، يعني تلاقي شوية سكريشنز كده في الالفيولاي ولا بتاع راحوا نازلين لتحت. فأنت طبعا عارف إن المنظر ده بتاع الكورونا بريفيرال بليلي ليلي وتروح مهيص ومزيط. لا، أنت لما يكون واحد كبير في السن كونسيدر دولت از ديبندنت اوباستس، يعني سكريشنز ملهاش أي ارتباط. ولما افترضنا انك انت كتبتهم في التقرير مفيش داعي تهيص تحت في الكونكلوجن وتكتب ان في اوباستس وهي ديبندنت ومش عارف، خلاص كتبتها فوق وتكتب تحت نورمال بتاع اسكان. ايام زمان كنا بنحتاج نقلب المريض على بطنه، فلما تقلب المريض على بطنه الاوباستس بتروح لان هي سكريشنز ما هياش ريال اوباستس. الحاجة التانية في الهاي ريزوليوشن بالذات في الأطفال لازم، وطبعا مش هتعرف تعملها بس لو عرفت يبقى كويس، لازم يكون في اكسبيراتوري سي تي وانسبيراتوري، ده الانسبيراتوري وده الاكسبيراتوري عشان تشوف الاير تراب، والاير تراب ما بيبانش الا في الاكسبيريشن. فبتلاقي الحتت اللي هي فيها اير ترابنج سودا كده، وتلاقي الحتت اللي هي مش اير تراب ما جراوند جلاس كده، دوت اللي بيقولوا عليه موزايك ابيرنس. وهنتكلم طبعا ان شاء الله لما يجي الدور على البيدياتريك هتتبسط مني قوي، لان هدرس لك الديفيوز لونج ديزيز في البيدياتريك، يعني حاجه كده يعني مش مهم. طيب ايه، حاجه حلوه جدا جدا جدا. طيب احنا عندنا في الفوكال لانج ليجن اربع حاجات اللي هم ايه، الديول والماس والباتش والكابت. كان عندنا زمان في الديفيوز اربع حاجات برضو اللي هم ريتيكولار باترن والفيولار باترن ونوديولار باترن وسيستيك باترن. ريتيكولار باترن يعني خطوط، ونوديولار باترن يعني نقط، والفيولار باترن يعني بطش، وسيستيك باترن يعني كور مليانه هواء. لحد لما طلع موضوع الجراوند جلاس، وكان الجراوند جلاس كانوا حاطين طيشه في الاول، يعني يقول لك ايه ما هو مش باترن ولا حاجه، احنا نستنى لما يقلب ونشوف هيروح في انهي اتجاه. دلوقتي لا،
ده محترم جدا 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 وليه ديفرنشال قد كده. فاصبح عندنا خمسه من الباترنز. ده اللانج العاديه وده الجراوند جلاس. انك تلاقي باتشز كده فيج اوباستيز موجوده جوه اللون. ده الميلياري باترن او نودولار باترن، وده سيستيك باترن كور 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 مليانه بالهواء. بص يا جماعه، اي حاجه في الاشعه لازم كلينيكال. والله العظيم من غير كلينيكال هتبقى مصورات، وانا قلت واللي عنده مركز هيبقى فاتح مركز تصوير مش فاتح مركز اشعه. من غير كلينيكال هتبقى مصورات، وهتلاقي الناس بمرور الوقت يقول لك ما هذه الاشعه من غير تقرير، وانت بتتبسط قوي الحمد لله راحت من على راسي وكده. ده بيطعم فيك انت وبيخبط من مستواك، صح؟ فانت دلوقتي الكلينيكال ده مهم جدا جدا جدا. في اذا كان مهم في الفوكر فهو اهم بكتير جدا في الديفيوز. بعد كده بتشوف الديستريبيوشن بتاع الليجنز، وبعدين بتشوف الباترن من الاربعه والخمسه اللي احنا قلناهم، وبعدين بتشوف اذا كان في اسوشيتد ايمجينج فايندنجز زي كان يكون في ليمف نودز او يكون في بلورال افيوجن او حاجات زي كده. الكلينيكال مهم جدا في نقط مهم. نمره واحد، في فيفر ولا لا؟ في هيموبتسيس ولا لا؟ مدخن ولا لا؟ ودي يعني عند الجماعه بتوع الامراض الصدريه مفيش في ديزيز معين ما ينفعش يتشخص الا لما يكون صاحبه بيدخن، ما ينفع يعني. هم عندهم اعتقاد راسخ كده، هذا زي مثلا الهيستيوسايتوزس في اللانج ما ينفعش يتشخص الا لما يكون صاحبه مدخن بس. بعد كده اكسبوجر للالرجنز، مثلا واحد بيربي معرفش ايه في البيت، ودلوقتي طبعا موضة الكلاب يعني بالهبل بالهبل. الناس اللي بتربي يعني، وانا نازل مثلا عشان اصلي الفجر كنت بلاقي حد ساحب كلب وبعدين كلبين وبعدين اخر حاجة شفتها اربع كلاب. فقلت يمكن في مسابقة ولا حاجة يعني ما بين الكلابيتية وبعض. المهم طلع الكلب دلوقتي في الوقت اللي احنا فيه من البرستيج، من البرستيج يعني. شوف قد ايه انتكاست الفطره. ان سمعت واحده بتقول انا بكره الكلاب لكن بنتي مصره ان انا اجيب لها كلب فهجيبه لها. ليه؟ عشان تمشي بالكلب مع صاحبها تتمنظر بيه. وانا شفت بعيني تحت بيتنا واحده حضنه كلب وبتبوسه من بقه. يعني لو عندها عيل ما تعملش فيه كده. والله وهو بينحس وشها بلسانه والدنيا يعني مزيطها جامد كده. ايه رايك انت في الموضوع؟ دي حاجه خطيره. والله العظيم حاجه خطيره. انا اول امبارح كنت بدرس في جامعه اسمها جامعه كنديه. وعندي 200 طالب بيشتغلوا في العلاج الطبيعي. من كتر ما انا قلقان من الموضوع دوت طلبت منهم، قلت لهم يا جماعه كل واحد يطلع ورقه بيضاء ويكتب فيها ايه هدفه في الدنيا. عجبت قوي اداره الكليه الحركه دي، وقالوا لي ان احنا مستنيين الريزلتس ومش عارف ايه والبتاع. الناس كتبت كلهم، وانا زوجتي ليها في الاستاتكستكس والكلام ده كله، فاديتهم لها قلت لها طلعي لنا من دول شويه منحنيات وكيرفات وبتاعات، فهي تعملهم. واول ما يخلص الحكايه دي هعمل محاضره جباره جدا وهتيجي فيها سيره الكلاب عشان بس تبقى ايه ابقى. المهم الديستريبيوشن يا جماعه الخير، في منه اثنين. بريفرال يعني في الثلاثة سنتي اللي بره بتاعه اللانج، وسنترال يعني جوه الثلاثة سنتي. ابر ولور يعني الديستريبيوشن. في ديزيزز ما بتحصلش في اللانج بيز بتحصل فوق، وفي حاجات تانية بتحصل في اللانج بيز ما بتحصلش فوق، وفي حاجات تانية بتاخد بتقش الموضوع من اوله لاخره.
بغض النظر انا مش عاوز اركبك العفريت، انا عاوز ابسط لك الدنيا. فانت دلوقتي عندنا نقطه مهمه جدا اللي هي اسمها لمفاتيك ديستريبيوشن. لمفاتيك ديستريبيوشن يعني الانترستيتيوم بتاع اللنج بقى اوضح من الطبيعي، وانت علشان يعني ما يلتبس عليك الامر انا جبت لك ذا موست تيبيكال ابييرنس بتاع الليمفاتيك ديستريبيوشن اللي هو اللي انت شايفه ده، بيكون فيه خطوط وبيكون فيه نوديولز صغيره جدا، واحسن حته تشوف فيها عند الفيشر، لان الفيشر ده بيكون ماشي في وسط البلانك فانت بتعرف تشوف من الناحيتين، اما اللي لازق في الشيست وول فما بتعرفش تشوف من الناحيتين كويس. المهم لو وصلت ان دوت ليمفاتيك ديستريبيوشن ما عندناش الا تشخيصين، يا اما ساركويد which is more common عن الليمفانجايتس كارسينوماتوزا اللي هي ما بتتشخص الا لما يكون في برايمري مالينس بس كده. لو انت وصلت لهذا الموضوع فانت عندك اتنين فقط هما اللي هتدخل فيهم في الموضوع. نيجي بقى نمسك اول باترن اللي هو ذا ريتيكولار باترن. الريتيكولار باترن فيه شويه قطار في الانترستيشيال نمونيا بنوعيها وهنتكلم عليها، وفي البلمونري ايديما والفايبروزس والكولاجين والدراج انديوزد والراديشن انديوزد. المهم لما تبص على الشيست اكس راي تلاقي خطوط 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 في كل حته، لكن الشيست اكس راي او كل باترن من اللي موجودين في الديفيوز ما بيحصلش بيور، يعني ما بيكونش فيه خطوط بس لوحدها، ساعات يكون معاه شويه نوديولز او شويه بوتش او. فانت في الحالات اللي زي كده بتغلب المنظر العام، يعني الخطوط هي كتير يبقى انترستيشيال، البوتش هي كتير يبقى الفيولر، النوديولز هي الكتير يبقى ميليم. خلاص؟ زائد وتاخد في اعتبارك ان السيستيك باترن اللي هو اخر واحد ما بيتشخص من البلين اكس راي. السيستيك باترن ما بيتشخص من البلين اكس راي. ليه؟ لانه كور مليانه هواء في وسط لانج مليانه هواء ومش هتشوف حاجه في الايه؟ في الاكس راي. نيجي بقى لاشهر اثنين اللي هم اليوجوال انترستيشيال نمونيا والنون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا. اليوجوال عشان برضو ما تتعبش اعصابك قوي. اليوجوال انترستيشيال نمونيا هي البلمونري فايبروز اللي هي الايديوباثيك بلمونري فايبروز. اما الايه اليوجوال دوت؟ لما يكون الفايبروزس ليه سبب، لما يكون الفايبروزس ليه سبب يبقى اسمه يوجوال، ولما يكون من غير سبب يبقى اسمه ايديوباثيك بلمونري فايبروز. سبب زي ايه؟ اي نصيبه تحصل في اللنج، هيموريج، انفكشن، راديشن، سكليروديرما، روماتويد، اي حاجه بتبوظ الانترستيشن بتاع اللنج وتوصله الى الفايبروزس يبقى اسمه يوجوال انترستيشن نمونيا. اما لو كان مفيش جنس واحد من اللي انا قلتهم دولت يبقى اللي انت شايفه اسمه ايديوباثيك بلمونري فايبروزس. طيب الايديوباثيك بلمونري فايبروزس او اليوجوال انترستيشيال نمونيا هما الاثنين حاجه واحده، وهو الاثنين تشخيص واحد، وهو الكرايتيريا هي هي، بس دوت ليه سبب، ليه باست هيستوري، وده هوت ما عندهوش باست هيستوري. ليه احنا والناس مهتمه جدا يا جماعه بالموضوع دوت؟ علشان في ادويه جديده نزلت بتمنع الفايبروز، مش بتمنعه يعني بتنهبت البروجريشن بتاع الفايبروز، فاللي هي الانتي فايبروتيك ايجنتس اللي موجوده في الوقت الحالي شركات الدواء مهتميه جدا بان هي تمسك في الفايبروز كتشخيص اكيد عشان الدواء غالي اللي هو بتاع الانتي فايبروتيك ده، زي بالظبط اللي حصل في موضوع الانكلوزنج سبوندلايتس، والدنيا اتقلبت بقلبه جامده جدا في الوقت اللي فات ده، وطلع حاجه اسمها نان ريديوجرافيك سبوندلارثروباثي وريديوجرافيك وما اعرفش مين، عشان طلع الادويه المناعيه اللي هي بتنهبت البروجريشن بتاع الديزيز وتخلي المريض ما يوصلش ان هو يبقى بطني نصين وظهره كله متخشب والكلام ده كله. فلما يجي وقت البتاع دي هقولها لك بالتفصيل. يبقى احنا عندنا
الاثنين دولت في بعض الاحيان، في بعض الاحيان ممكن تلجأ للبيوبسي عشان تتاكد ان ديت فايبروزس علشان تدي الانتي فايبروتيك ايجنتس ديت. لكن كل الكتب بتقول ان غالبا الهاي ريزوليوشن السي تي فايندنجز بتاعته بتبقى اكستريملي تيبيكال، ما فيهاش اي مجال للشك. فانا هقول لك ايه هو التيبيكال عشان هم مقسمينهم دلوقتي 3 اقسام، ايه هو التيبيكال وايه اللي هو نص نص وكده. طيب احنا الجماعه دولت بيتشخصوا ب3 حاجات. الحاجه الاولانيه اللي هي على كل الديزيزز في الدنيا اللي هي الجراوند جلاس، ما في ديزيز في الشيست تقريبا دلوقتي ما عندوش جراوند جلاس وباسيتس. لحاجتين بقى المهمين جدا اللي هم التراكشن برونكيكسز والهاني كومبينج. التراكشن برونكيكسز والهاني كومبينج دولت اساس الفايبروز او اساس اليوجوال انترستيشيال نموني. فانت لما تبص على دي هوري لك انا دلوقتي الستات اكتر في الفايبروزيس من النون سبيسيفيك اللي انا هقولها لك بعد شويه. والديزيز دوت دو نوت ريسبوند للكورتيكوسترويدز، لكن بيريسبوند دلوقتي للادويه الجديده، وهم عارفين ان البروجنوزس بتاعه سيء جدا وان هو بينتهي بلانج ترانسبلانتيشن على احسن الاحوال. الكرايتيريا هم دول. نمرة واحد طبعا الديستريبيوشن اللي هو بريفرال وبيزل، ده بتاع الفايبروزيس. هاني كومبينج تراكشن برونكيتس. ايه هو الهاني كومبينج؟ اللي هو زي ما انت شايف كده في كور 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 صغيره مليانه هواء جنب البلورال سيرفيس، والكور ديت بتبقى موجوده في مجموعات، يعني مجموعه مثلا هنا اهوت ومجموعه هنا ومجموعه هنا، دوت اسمه هاني كومبينج. هاني كومبينج وتراكشن برونكياكسس بالاضافه لبيزل ديستريبيوشن يساوي، وتقسم بالله العظيم ان ده هو ايه فايبروز. الهاني كومبينج عباره عن سيست صغيره ممكن من 3 مللي لحد 10 مللي، غالبا الجدار بتاعها بيكون تخين وغالبا بتكون موجوده ان سب لورال لوكيشن. فانت لما تبص على الشيست وتلاقي خطوط خطوط وتلاقي تراكشن برونكيكسز وتلاقي هاني كومبينج بالعبيط، تعرف ان ده هو اسمه ايه؟ ايديوباتيك بالمونري فايبروزيس او يوجوال انترستيشيال نمونيا. نفس الحكايه هنا، areas of هاني كومبينج وتراكشن برونكيكسز زي ما حضرتك شايف. طيب دلوقتي بقى اصبح في التقسيمه الجديده في 3 باترنز، واحد اسمه تيبيكال، واحد اسمه بوسيبل، واحد اسمه انكونسيستنت باترن. الموضوع بمنتهى البساطه اللي في الدنيا خالص خالص انك انت عندك هنا 3 حاجات، خلاص تشيل منهم الهاني كومبينج يطلع البوسيبل باترن، تشيل منهم البرونكياكسيز يطلع الانكونسيستنت باترن. البوسيبل باترن هو النون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا، والانكونسيستنت باترن اسمه هايبر سنسيتيفيتي نمونايتس. امسك نفسك حبتين عن الاسامي بالهبل دلوقتي، خلاص. يبقى احنا دلوقتي انترستيشيال بالمونري فايبروزس عباره عن جراوند جلاس، تراكشن برونكيكسز، هاني كومب، خلاص. شيل الهاني كومبينج يطلع نون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا، ماشي. شيل كمان البرونكيكسز يعني خلي الجراوند جلاس بس لوحده يطلع هايبر سنسيتيفيتي نمونايتس، وهقول لك كل واحد من دول دلوقتي بالتفصيل. طيب يبقى النون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا هي عباره عن زي الفايبروزس بالظبط بس من غير هاني كومبينج، زي الفايبروزس بس من غير هاني كومبينج، يعني فيها جراوند جلاس وفيها تراكشن برونكيكسز بس ما فيهاش هاني كومبينج. يجي بقى اللي هو الشيطان الخزعبلي اللي جواك، بص 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 شايف وتقعد كده توسوس لنفسك اصل في وحده هاني كومبينج وتطين الدنيا. ده فيش حاجه اسمها كده، هاني كومبينج يعني هاني كومبينج يخرم العين، خلاص. طيب يبقى انت لما تلاقي جراوند جلاس وتلاقي تراكشن برونكيكسز تعرف ان ده هو اسمه ايه؟ non-specific interstitial pneumonia.
وهذا النان سبيسيفيك انترستيشن نمونيا عنده علامه جباره جدا، بس لو عرفت تلاقيها اللي هو سبيرنج اوف ذا موست بريفيرال بارت اوف ذا لانج، تلاقي الحته ديت كده ملهاش دعوه بالايه بالقضيه، ممكن تلاقيها ممكن ما تلاقيهاش. يبقى لما تلاقي جراوند جلاس وتلاقي تراكشن برونكيكسس وما تلاقيش هاني كومبنج، او تلاقي واحده او اتنين، تستجدع حبتين وتشخص دوت ايه نون سبيسيفيك انترستيشيال نموني. اهو بص بقى الساين اللي انا بقول لك عليها، تلاقي البريفرال كده بارت اوف ذا لانج مش متاخد في وسط الخزعبلات دي كلها، في اكستنسيف جراوند جلاس وفي تراكشن برونكيكسز، يبقى نون سبيسيفيك انترستيشيال نموني. نيجي بقى للي بعديه اللي هو بيعمل انترستيشيال اوباسيتي بالمونري ايديما. البالمونري ايديما زي ما انتم عارفين في منها انترستيشيال، هو ده اللي هناخده دلوقتي، والالفيولر هو اللي في المحاضره اللي بعد كده، وعندنا حاجات كتيره بتعمل انترستيشيال بالمونري ايديما. حاجات ليها علاقه بالهارت اللي هي ليفت فنتريكولار انسفيشنسي، وحاجات ما لهاش علاقه بالهارت اسمها نوت كاردياك، وبتفتكر بالحروف ديت الحاجات اللي بتعمل كده، زي ايه؟ واحد كان بيغرق، اوكسجين ثيرابي، ترانسفيوجن، نيوروجينيك بالمونري ايديما، اليرجيك الفيولايتس، رينال فيلير، دراجز، انهيلد توكسينز، التيتيود يعني فوق المرتفعات، والبالمونري كونتيوجن. كل الحاجات دهيت بتعمل انترستيشيال بالمونري ايديما وملهاش علاقه بالايه بالهارت، وبتفتكرهم بكلمة الايه الانكار. اما بقى اللي ليها علاقة بالهارت اللي انت حافظها، enlarged hazy hilar shadow، distended upper lobe vessels، مش عارف B curlous line، A curlous line، thickened interlobar fissure، left ventricular configuration of the heart. كل الحاجات الاسطمبة اللي انت حافظها صم ديت هي دي بتاعت الايه بتاعت الانترستيشيال بالمونري ايديما، اللي هي ليها علاقه بالهارت، اللي هو ليه علاقه بالليفت فنتريكولار انسفيشنسي. ف لما يكون واحد زي كده دوت من 10 ايام ودوت بقى النهارده، يعني ده الاولاني وده الثاني، فالعيان مركب كاردياك بيس ميكر وحصل له فيلير او ليفت فنتريكولار انسفيشنسي، وديفلوبد كل الحاجات اللي احنا قلنا عليها، اللارج ديزي هايلر شادو، ديستندد ابر لوب فيسلز، برومينانت انترستيشال لانج ماركينجز، بي كيرلز لاين، اي كيرلز لاين، كل اللاينز اللي انت عارفها. ان انا هوت دوت المخدر دوت اسمه سي، والبرتقاني دوت اسمه A، واللي هنا دوت هو الـ A، هو الـ B curlous line اللي هو perpendicular to the blue. الـ C زي الـ B بس على أطول شوي. بغض النظر السكليروديرما واحد من الكولاجين ديزيزز اللي بتعمل interstitial pulmonary fibrosis، ولو عملت interstitial pulmonary fibrosis هتعرفوا ازاي؟ بان بيكون فيه هاني كومبينج ويكون فيه تراكشن برونكيكسس. هيقول لك اصل العيان دوت كان عنده سكليروديرما، يبقى اذا اللي انت شايفه دلوقتي اسمه يوجوال انترستيشيال نموني. ممكن في بعض الاحيان في الامتحانات ما يقولكش ان العيان دوت عنده سكليروديرما، بس انت تعرفها بالنباهه. النباهه ديت بتجيلك ازاي؟ بانك انت بتبص على الاوسوفاجس، بتبص على الاوسوفاجس، لان السكليروديرما بتعمل اتوني في الاوسوفاجس وبتخليه دايليتد جدا كده ومليان بالهواء. والله كانت موجوده خير وبركه، ما كانتش موجوده خلاص. ايه دوت يا ابني؟ انترستيشال لانج ديزيز. انهي نوع فيهم يا ابني؟ لازم بالهاي ريزوليوشن. طلع في الهاي ريزوليوشن في تراكشن برونكيتس وفي هاني كومبنج، يبقى اسمه ايه دوت؟ اسمه ايه؟ interstitial pulmonary او idiopathic pulmonary fibrosis. قال لك العيان ده هو انا سعدت البيش وبجي بيه نورت ال اتفضل يا باشا اهم حاجه بس ال لا لا ده انت حضرتك نورت المحكمة. ايوه قلت السن ليه احكام سعدت البيش. دكتور عماد الشربجي طبعا نار على علم وراجل معروف في جميع الاوساط العلميه والاشعاعيه وراجل حبيبنا يعني، وليه افضال كثيره وايادي بيضاء على الاشعه واهل الاشعه.
خلاص يا سعادة الباشا، خلاص عرفت، يبقى دوت اسمه كده. افرض انت بقى جيت بصيت على المنظر دوت كده، وبعدين حد قال لك ايه دوت يا ابني، هتقول ايه؟ ايه؟ وقال لك في الهيستوري ان هو عنده سكليرودرم، فانت بصيت كده على البتاع فلقيت ان فيه خطوط خطوط خطوط، فحد في برونكيتس، في برونكيتس، لا في هاني كومبينج، لا اسمه ايه دوت؟ سكليرودرما لانج. اسمه ايه؟ سكليرودرما لانج. بعد لما اللانج تخرب خالص ويطلع فيها برونكيتس ويطلع فيها هاني كومبينج اسمها يوجوال انترستيشيال نمو. خلاص فهمت القضية؟ الحمد لله. جيت انت هنا بقى وبصيت كده واستخدمت الفتاكة والنباهة ولقيت الاسوفجس قد الحمار ومليان بالهواء، يبقى هو دوت الايه؟ السكليرودرما. وكتير قوي بتيجي في الامتحانات ديت اعتمادا على انك انت فقيك قوي واخد بالك جدا ان الاسوفجس مليان بالهواء وديستند. فلما تلاقي المنظر ده يستحيل الاسوفجس من اوله لاخره يبقى دايليتد مليان بالهواء، يستحيل في الامور الطبيعيه، فلازم يكون دوت ليه علاقه بالاتوني بتاع السكليرودرم. طيب افرض انك انت قالوا لك ايه دوت يا ابني، قلت انترستيشال لونج ديزيز، العيان عنده روماتويد ارثرايتس، يبقى دوت اسمه ايه؟ روماتويد لونج. بعد كده جاله تراكشن برونكيكسز وهاني كومبنج، يبقى اسمه ايه؟ يوجوال. يا الله اكبر، شفت شفت حاجه عظيمه جدا والله. طيب او ده مريض كان عنده ساركويد، وهنجيب سيره الساركويد بعد كده، الدهو لهذه الدهوله السود، يبقى دوت اسمه ايه؟ يوجوال انترستيشيال نمونيا سكندري تو ساركويد. حلو جدا. طيب جينا بقى للدراج، بعض الدراجز وانا ناقشتهم من على الانترنت الحاجات اللي هي ممكن تعمل انترستيشيال لانج ديزيز. فلو انت عارف او الكلينيشن عارف ان الدراج دوت بيعمل هذا المنظر، فبتقول على طول ان ده هو واحد من الجماعه بتوع دراج انديوس. اما لو كان في انترستيشيال لانج ديزيز وكان معروف ان المريض عنده برايمري مالينجنسي، لا مفر ولا محيص انك انت تشخص ايه؟ لنفنجايتس كارسينوماتوز، سواء من البلين اكس راي او من الايه؟ او من السي تي بتاع الشيست. اذا لو كان عيان عنده اسوفجيال مالجنسي ولقيت عنده خطوط 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 خطوط، كويس، يبقى ده هو اسمه ايه؟ الانفانجايتس كارسينوماتوز. تقول لي مش العيان الاسوفجيال مالجنسي دوت بيبقى اميون كومبرومايزد وبياخد كيمو ثيرابي ما اعرفش مين بتاع مين، مش ممكن دوت يجي له اللي هي نومو سيستس جيروفيشي اللي هي كان اسمها زمان نومو سيستس كيرينياي، علشان هو اميون كومبرومايزد؟ ممكن ولا مش ممكن؟ طبعا، بس دي وسوسه شيطانيه زي ما انا قلت لك قبل كده. انت اجتهد قوي قوي في عدم الفزلكه، يعني خليك سهل لان الدنيا كلها سهل. طبعا موضوع الامتحان ده موضوع لوحده، لكن ما تخليش الامتحان يبقى هو المعشش في نافوخك فيركبك القرد والعفريت. خليك طبيعي وتشخص الحاجات الكومن، ولما تشخص الكومن وتطلع غير اللي انت كنت معتقد وتفضل انت صح، والكلينيشن عارف كده كويس قوي انك انت لما تشخص الكومن تفضل صح. اما لما تشت شتة جامدة جدا وتتوه المريض وتتوه الكلينيشن وتودي الدنيا في سكة ملهاش دعوة، ما تعملش كده. تمام؟ طيب يبقى احنا لما يكون في مريض عنده برايمري مالينجنسي ولقينا عنده اللي هي الليمفاتيك ديستريبيوشن، ولقينا كمان بالمونري لوديولز اللي هي ريبريزنتنج هيماتوجينوس ميتاستاسيز، يبقى الاثنين بيأيدوا بعض، ويبقى انت في سكه الايه؟ الليمفانجايتس. عيان عنده جاستريك كانسر وعنده لوباستز اللي انت شايفها ديت، يبقى ليمفانجايتس كارسينوماتوز. لما المريض دوت اللي كانوا مسؤولين عنه حصل لهم نوع من الفتاكه والوسواس الشيطانيه وقالوا ان ده نمونيا، وراحوا مديين المريض انتي بايوتكس ومش عارف مين، راح متدهول. فلما اتدهول رجع بقى للاصل التاني وقال لك لا انا كونسيدر الموضوع الليمفانجايتس والكلام اللي انت فاهمه. اذا
اللي انا عليا اشخصه هو زي ما انا قلت لك كده. نيجي بقى للجراوند جلاس. جراوند جلاس يعني ايه؟ يعني اللنج متغبشه. اللنج متغبشه كانوا زمان بيقولوا ان هو ده سب راديولوجيكال فايندنج، ونستنى لما تقلب، وهي هتقلب واحد من اتنين، يا اما تبقى كونسوليديشن يا اما تبقى انترستيشال لنج ديزيز. دلوقتي لا، الجراوند جلاس از ا ريال فايندنج، وليه ريال ديفرنشال دايجنوزس. لو كان اكيوت يبقى في حاجات، ولو كان كرونيك يبقى في حاجات تانية. فده المنظر بتاع الجراوند جلاس، انك انت بتلاقي بوتش 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 يعني فيها جراوند جلاس اوباسيز، وتلاقي حتت في اللنج لسه ما فيهاش يعني كلير. ده التقسيمه القديمه بتاعت الجراوند جلاس، ان هو لو واحد كان عنده جراوند جلاس اوباسيز فبنشوف اذا كان عامل لنج ترانسبلانتيشن يبقى دوت ريجكشن او سايتوميكروبيال فيروس انفكشن. اذا كان عنده ايدز او حاجه اميون كومبرومايز يبقى دوت نوموسيستس كرينياي نمونيا، وهي اسمها اتغير دلوقتي بقى اسمها نوموسيستس جيرو فيشي. بغض النظر، ما يعني ما تشغلش بالك بالموضوع. الجراوند جلاس اوباستيز لو كانت اكيوت، ادي البوسيبيليتيز. نمره واحد على راس القائمه بلا منازع هو الكوفيد، وبعدين البلمونري اديما او الاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، والنمونيا بالذات الفايرال اللي هي الكوفيد برضو، والنوموسيستس كرينياي اللي هي بتاعت الايدز اللي هي الجيروفيشي دلوقتي، والبلمونري هيموريج، وحاجه اسمها اكيوت ايزينوفيليك نمونيا. طبعا الكوفيد انا هشرح في محاضره لوحده لانه هو محتاج موال وكده، فاحنا هنتكلم دلوقتي على الكارديوجينيك بلمونري اديما. احنا قلنا عندنا انترستيشال وعندنا ديفيوز. الانترستيشال خلصناه خلاص في الانترستيشال لانج ديزيز، والديفيوز اللي هو هيبقى في الجراوند جلاس اوباستيز، وجزء منه داخل في الكونسوليديشن. فانت في اول الكارديوجينيك اديما اللي هي الالفيولر باترن، بيبتدي اللنج يحصل فيها جراوند جلاس اوباستيز، وبعدين تدخل في الريال كونسوليديشن. ازاي بتعرف ان ده هو من الهارت؟ رقم واحد الكلينيك، العيان وكاردياك وصدره بيبقلل ومليان ميه ومش عارف مين والكلام ده كله، دي حاجه سهله من الكلينيكال بتبقى عارف كده. اما بقى ان هو يقول لك اصل جناح الوطواط والمش البتاع وقعد الشمال اكتر من اليمين، وهاتك يا مأمأة جامده جدا. طب في اين ذهب المسمى الكلينيكال؟ ما خلاص، انت لو عرفت ان ده عيان في الانتنسيف كير زي ما هقول لك في المحاضره بتاعت الانتنسيف كير، وان هو اللي عنده فيلير وبتاع ده، حتى يا راجل التمرجي بيبقى عارف ان المريض انفيلير من كتر الكلام اللي هو بيتقال قصاده. طب انت وانت في البتاع قبل ما تبعت لنا العيان ولا حاجه، اكتب لنا بس كده ان هو المريض دوت عنده ساينز اوف كاردياك فين. طيب ديت الحاجات اللي ممكن تي بريديسبوز للاكيوت ريسبيراتوري ديستريس سندروم، هو احد الحاجات اللي ملهاش علاقه بالهارت، اللي هي بتعمل ديفيوز لانج اوباستيز. في الاول بتبقى جراوند جلاس، بعد كده بتقلب بكونسوليديشن، واذا الامور استفحلت ممكن المريض يدخل في فايبروزيس وساعات ممكن يموت. ديت الحاجات اللي هي ممكن تعمل كده، البريديسبوز للار دي اس، اللي هم الهايبوفوليميك شوك والهيموراجيك شوك والسبسيز والبيرنز والاكيوت بانكرياتايتس، والمنتشر قوي اليومين دولت الهيروين والكوكايين وخلافه، وديسيمينيتد انترا فاسكولار كواجيليشن اللي هو بتاع التطعيم بتاع الكوفيد، وبعدين التدخين بكل انواعه الالكتروني والنووي وكل البتاع اللي انت عارفها، وماسيف فايرال نمونيا يعني كوفيد وفات امبوليزم وكان هيغرق وانقذوه، كل الحاجات ده هي بتعمل هذا المنظر. ديت السيكونس اوف ايفنتس بتاعت الاي ار دي اس. نمره واحد مفيش كارديوميجالي لانه ملوش علاقه، نمره اتنين مفيش بلورال افيوجن ومفيش بي كيرلز لاين، وفي اير برونكوجرام في الاوباستز اللي انت شايفها ديت.
التشينجز اللي في الشيست او السي تي بتطلع بعد تقريبا 12 ساعه من الانسلت نفسه. من 12 ل 24 ساعه يحصل بالمونري انفلتريتس، من 24 ساعه ل 48 ساعه يحصل كونسوليديشن، من 5 ل 7 ايام يحصل شويه تحسن ولكنه نتيجة الفنتيليشن، لأن الناس دي بتتحط طبعا على فنتيليشن فبيدفع كميات هواء كتيرة جوه اللنج، فبيبان كأن الإيه الدنيا اتحسنت. بعد كده بقى ممكن تدخل في إذا استمر الموضوع إلى فايبروسس وكده، والحكاية ممكن تتدهور أكتر لو حصل سوبر إمبوز نمونيا، وبتعرف إن النمونيا جت بالكلينيكال وكمان بالابيرنس اوف نيو انفلتريتس وكذلك ذا ديفلوبمنت اوف بلورال افيوجن. كل الكلام ده هنقوله برضو بالتفصيل في الانتنسيف كير راديولوجي. وبعدين السباب اللي هو كونتينوس بوزيتيف اير واي ديزيز. حضرت انا مؤتمر بتاع امراض صدريه، وكل ما ادخل في اوضه الاقيهم بيقولوا سباب، فكان في جنبي استاذ امراض صدريه فبقول له يعني ايه سباب يا سعاده البي؟ قال لي والله ما اعرف. قلت لا يعني كل الناس بتتكلم البتاع دي وانت امراض صدريه، يعني مش مثلا جاي من تخصص تاني ولا حاجه زي حالاتي كده. قال لي ما اعرفش. فبقى لما تحتار في حاجه تسال الشيخ جوجل اللي هو بيحل كل حاجه في الدنيا. ف السباب واحد من الحاجات اللي بنحاول ننقذ بيها العيان، لكن ليها مخاطر رهيبه جدا، لانك انت لما تدفع بكميات الهواء في اللنج فانت بتعمل كميه بقى نمره واحد بالمونري انترستيشال انفيزيما، نمره اثنين نومو ثوركس، نمره اثنين نومو ميدياستاينم، وبتعمل نومو بريكارد، يعني شويه هليله كده رهيبه جدا. فلازم الحكايه دي تتعمل يعني بطريقه افضل. دوت بقى اللي هي النمونيا بتاعت الايدز اسمها جيرو فيشي، وطبعا انا ما كنتش عارف اقرا البتاع دوت لحد برضه لما سالت حد استاذ امراض صدريه فقال لي ان هي اسمها جيرو فيشي. مش مشكله يعني لو انت قلت كرينياي ما حدش هيقول لك حاجه. المهم اي مريض عنده ايدز او هو اميون كومبرومايز نتيجه انه دايابيتك او كبير في السن او عنده كانسر او بياخد كيموثيرابي او كل دولت مع بعض، فهو معرض لهذا النوع من الايه من النمونيا. والتشخيص غالبا بيجي عن طريق الالفيولار لافاج، هو اللي بيحل المشكله. والالفيولار لافاج على فكره ليه كذا فايده وهقول لك عليهم دلوقتي. فانت لما تبص على السي تي هتلاقي او على الاكس راي جراوند جلاس اوباستس زي اللي احنا شايفينها، ساعات يحصل نيماتوسيلز في 30% من الناس. النيماتوسيلز ممكن تنفجر فتعمل نومو ثوركس، لكن مفيش بلورال افيوجن غالبا، والليمف نودز ما هياش كامل. يبقى دوت اللي هو احنا طبعا بنعرف او بنشخص نومو سيستس جيرو فيشي الا بالاميون كومبرومايز. فلو في بوزيتيف هيستوري واضح وصريح للايدز او خلافه اللي بيعمل اميون كومبرومايز، فاحنا بنشخص هذا النوع من النمونيا. وهذا النوع من النمونيا مشهور بالحاجتين دول، نمرة واحد جراوند جلاس اوباسيتس اكيوت، نمرة اتنين اكستنسيف نيماتوسيتس. ممكن تكون مش اكستنسيف وممكن تكون زي اللي انت شايفها ديت بالظبط. اللي بعد كده اسمه اكيوت ايزينوفيليك نمونيا، وده سهل جدا في التشخيص. عندنا احنا اتنين نمونيات بتتشخص بالهيستوري مش بتتشخص باي حاجه تانيه. الهيستوري عباره عن ان واحد عنده الساينز والسيمتومز بتاعه الانفكشن والاكس راي فايندنج بتاعه الانفكشن واتهرى انتي بايوتكس ومفيش فايده، بس ادي كل الحكايه. فانت بتفكر في واحد من اثنين، يا اما اكيوت ايزينوفيليك نمونيا يا اما كريبتوجينيك اورجانايزنج نمونيا. هم دول الاثنين هنجي للثانيه دلوقتي بعد شويه، بس انت تفتكر كده الاثنين دول بيرسبوند جميل جدا جدا للكورتيزون، اللي هم الاكيوت ايزينوفيليك نمونيا والكريبتوجينيك اورجانايزنج نمونيا. ومعروف جدا عند الجماعه بتوع الامراض الصدريه ان لما يكون في مريض عنده حاجه زي النمونيا واديت له كل الانتي بايوتكس اللي انت تعرفها ومش راضي يتحسن، تروح ضايف كورتيزون على الانتي بايوتكس.
وانا سمعته بنفسي في المؤتمرات بتاعته بيقول ما اعرفش ليه بيجيب نتيجه. هو اللي قال كده، ما اعرفش ليه بيجيب نتيجه، لان التشخيص كان غلط من الاول، ما كانش نمونيا عاديه ولكنه كان واحد من دول اللي هم يا اما الايزينوفيليك نمونيا يا اما الكريبتوجينيك اورجانايزنج نمونيا. السبب بتاع الاكيوت ايزينوفيليك نمونيا مش معروف، لكن هي شكلها حاجه ليها علاقه بالحساسيه، وهي بتتشخص بواحد من اتنين، يا اما اللافاج فتلاقي كميه ايزينوفيلز بالهبل، يا اما البلاد بيكتشر العاديه فتلاقي ايزينوفيليا واضحه جدا. تدي للمريض دوت كورتيزون حاجه بسيطه جدا، تلاقي كل حاجه بقت زي الفل زي ما انت شايف كده، ده قبل البتاع ودوت بعد البتاع. لما تيجي تبص على السي تي يصيبك الهلع من كميه الاوباستز اللي موجوده والبلورال افيوجن والجراوند جلاس والكلام ده كله. فطبعا لما تبص كده وحد قال لك ايه دوت يا ابني، هتقول له ديفيوز جراوند جلاس اوباستز ومعاها بايلاترال بلورال افيوجن، ايه الاحتمالات يا ابني في الموضوع دوت؟ اللي لسه اللي انا لسه قايلها لك من شويه، اللي هو على راسها الكوفيد وبعدين الفيرال نمونيا وبعدين البلمونري هيموريج وبعدين الجينوسيست جيروفيشي، يعني تخيص وتزيط وتقول من ضمنهم كمان ايه؟ اكيوت ايزينوفيليك نمونيا. صح كده؟ طيب بعد لما تقول هذا الكلام دي بقى انت عارف كويس قوي ان الاكيوت ايزينوفيليك نمونيا بتتعالج بالكورتيزون وما بتتعالجش بالانتي بايوتيك، وان جزء كويس قوي من الهيستوري كذا مره شخصته من الهيستوري، بس ان هو يقول لك انا اديت العيان كل حاجه ومش راضي يتحسن، فتعرف ان هو واحد من دول. فلو انت بصيت على البلاد بيكتشر ولقيت ايزينوفيليا يبقى هو كده، لو ما لقيتش هقول لك التاني بيبقى عامل ازاي دلوقتي. طيب بيقول لك يا سيد، بص الجملة دي: bilateral areas of ground glass opacities and consolidations at the subpleural and peribronchial ear more at the upper and the middle lung zones with minimal left sided pleural effusion. هذا الكلام لما يكون معاه إزينوفيليا في السي بي سي، تقسم بالله العظيم ان دوت ايه؟ acute eosinophilic pneumonia. اللي بيدخل معاه في نفس الديفرنشال دياجنوزس اللي هو صاحبه اللي ما بيخفش بالانتي بايوتكس وبيخف بالكورتيزون اللي هو اسمه كريبتوجينيك اورجانايزنج نمونيا. ادي المنظر، بطش بطش بطش. طبعا انت لما تشوف البطش ديت هتقول ايه؟ كوفيد طبعا طبعا. ما تجيش بقى ايه زي واحد يعني شايف البتاع بتاعت الكوفيد تخرم العين خلاص، يقول لك لا ده مش عارف ايه، بس عاوز افتكر التشخيص يا ابن الحلال. يعني او حد حتى مره سالني يعني دي مش ممكن تكون نمونيا عاديه؟ الاجابه ايه يا جماعه الخير؟ طبعا طبعا ممكن، بس احنا في بلوى سودا دلوقتي اسمها كوفيد، يبقى نسيب البلوى السودا وشخص النمونيا العاديه واديله انتي بايوتيك واسيبه يموت؟ ما هو برضه يعني خليك حكيم. فانت دلوقتي لما لو انا مثلا افرض مش انا يا حد حط لك واحد في الامتحان زي ده وما قلتش كوفيد مش هيحصل لك طيب، ودي روح تقول لي زينوفيليك نمونيا ومش نمونيا مش هيحصل لك طيب صح؟ لان احنا في بلوى سودا دلوقتي، لازم تشخص البلوى السودا على الوش. بعد كده لما اقول لك ايه ابني الديفرنشال دايجنوزس تفتي بقى وتهيص وتزيط، مع ان احنا في الغالب اول ما نقول للواحد ايه الديفرنشال دايجنوزس كانك جبت بلاستر ورحت حطه على بقه قطع النفس. ايه يا سعاده البي، قول لنا اي كلمه من اللي انت كنت هتقولهم قبل كده، خلاص انتهت الحكايه. طيب بص يا جماعه الخير، the fact that marked improvement of the patient's clinical and radiological findings after corticosteroid make acute eosinophilic pneumonia the most likely diagnosis. يعني العيان اللي فات ده هو بعد 10 ايام اديت له كورتيزون بقى زي الفل كده، هتقول ما هو الواحد بتاع الكوفيد بيدي له كورتيزون ويخف، يبقى اقول عليه ايزينوفيليك نمونيا ولا اقول كوفيد؟ ايوه ما تغزنيش صح، كوفيد شرط. طيب
اخر حاجه بقى في المحاضره ديت اللي هو الكرونيك جراوند جلاس. كرونيك جراوند جلاس يعني حاجه مزمنه وما فيهاش لا فيفر ولا بتاع. ايه هو التشخيصات؟ نمره واحد هايبر سنسيتيفيتي نومولايتس، فاكر ده اللي هو ايه؟ جراوند جلاس بس، تشيل منه البرونكيكسز وتشيل منه الايه الهاني كوم، صح كده. وبعدين كريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا، وبعدين الفيولار سيل كارسينوما، وبعدين الفيولار بروتونيوزس، وبعدين اللانج فايبروس. بس اللانج فايبروزس انت محتاج عليه الحاجتين الاساسيتين اللي هم مين؟ اللي هم الهاني كومبنج والتراكشن بروكيزن. والنون سبيسيفيك انترستيشن نمونيا انت محتاج حاجه واحده على ده اللي هي ايه؟ تراكشن برونكيكس. شاطر جدا. نيجي بقى للهايبر سنسيتيفيتي نمونايتس، زمان كان اسمها اكسترينزك الرجيك الفيولايتس، وهي من اسمها كده يعني حساسيه من حاجه معينه. الحاجه المعينه ديت ممكن عدد الحاجات توصل الى 200 حاجه، وانت يعني بتقعد تخمن على حسب الوسط اللي هو اللي عايش فيه المريض، بيربي طيور، بيربي خفافيش، بيربي اي حاجه، فبتقدر تعرف ايه المشكله اللي هو بقدر الامكان. لكن الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس بيشبهوها بالبتاع دي، البتاع ديت اسمها هيد تشيز ساين، هي عباره عن راس الخنزير، وطحنوها وفرموها مع بعض وعملوا منها البتاع ده، بياكلوه للقطط، مش بياكلوه للبني ادم، بياكلوه للقطط، خلاص. فانت ايه علاقه راس الخنزير بالبتاع؟ ان راس الخنزير فيها ثلاث الوان، يعني البتاع ديت كده لو انت دققت فيها هتلاقي لون وبعدين لون اتخيل يعني اتخيل، خلاص. طيب فين الثلاث الوان اللي انت شايفهم يا تحت البيت؟ انت كل اللي انت شايفه هو عباره عن ايه؟ الجراوند جلاس اوباسيتيز، وفي حتت في اللنج لسه سليمه is not affected by ground glass، وفي حتت الجراوند جلاس بقى يعني مستفحل فيها فوصلت الى مرحله ما يشبه الكونسوليديشن مثلا، يعني هو ده المعروف بيه. طبعا يستحيل انك تشخص الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس من البلين اكس راي، ولو حاولت تشخصها هتطلع على اللي قبلها اللي هي نون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا، لكن مش هتقدر تشخص هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس من البلين اكس راي الا لو كان في بوزيتيف هيستوري اوف الرجين اكسبوجر. وبعدين هتعمل كده هتلاقي كميه جراوند جلاس اوباستيز، وهتلاقي ان الاوباستيز ديت ما هياش زي بتاعه الكوفيد اللي هو بريفرلي ديستريبيوتد بيزل معرفش ايه، لا هتلاقي دي داخله لجوه، داخله لجوه شويه. وبعدين مش هتلاقي المريض عنده لا حراره ولا بتاع ولا نفس ولا معرفش ايه والكلام ده كله، فتعرف ان دوت اسمه ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. بعض الدكاتره في الامراض الصدريه بتعتقد ان النون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا والهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس هم حاجه واحده، بتعتقد كده، وان معظم الناس اللي هي بتتشخص نون سبيسيفيك انترستيشيال نمونيا هي هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. مالناش دعوه، احنا خلينا في الايه؟ في الوحله اللي احنا فيها، تمام. يبقى من العلامات بتاعه الهايبر سنسيتيفيتي نومونايتس الجراوند جلاس، كل الليجنز اللي انت هتسمع بيها في الديفيوز لانج ديزيز فيها نوديولز، بس انت لو حاولت تدور عليهم في الغالب مش هتعرف تلاقيهم. بس انت لو انت في النظري من غير الشفوي بتكتب كده، تكتب النوديولز، لان مفيش حد هيمسكك يقول لك طلع لي النوديول. اما لو انت في الشفوي وحبيت تفزلك وتقول اصل البلمونري نوديولز، هيقول لك حط صباعك عليه، تلاقيه عمال تعمل كده اهوت ومش راضي تثبت على اي مكان. وده شيء معروف لان هي ما بتبانش كويس، بس is one of the features. لينف نودز ممكن يكون فيه بالمونري ارتيريال هايبرتنشن طبعا علشان اللنج والاير ويز مش مظبوطه، وبعدين انفيزيمتس تشينجز، وممكن بعد شويه تدخل في الفايبروز. دخلت في الفايبروز عرفت ازاي؟ تراكشن برونكيتس وهاني كومبينج. يبقى خلاص كان زمان دوت اسمه ايه؟ هايبر سنسيتيفيتي نومونايتس. فضل يكبر 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 لحد لما بقى بالمونري فايبروز. نيجي بقى للكريبتوجينيك.
الكريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا كان زمان اسمها البوب، اللي هي اختصار برونكيولايتس اوبلي ترانس اورجانيزنج نمونيا، فاتلغى الترم دوت وخلوها اسمها ايه، كريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا. السبب بتاعها مش معروف، ولكن زي ما انا قلت لك كده، هي جراوند جلاس برضو بيبروجريس الى كونسوليديشن، ومفيش فايده من الانتي بايوتكس، مفيش فايده من الانتي بايوتكس، ولكنه بيتعالج بالكورتيكوسترويدز، علامه قويه جدا لكن مش موجوده الا في 20% بس من البتاع، اسمها اتول ساين. اتول ساين اللي هي زي دي كده، اللي هي جزيره. يعني الجزيره ديت عباره عن ايه؟ عباره عن كونسوليديشن اللي هو الابيض ده، وجواه جراوند جلاس كونسوليديشن، وجواه اوريها لك. انا اروح بعيد ليه؟ اهو هي دي الاتول، اللي هو لو لقيت المنظر دوت تقسم بالله العظيم ان ديت ايه؟ كريبتوجينيك اورجانيزنج نمون. طيب ديت بيسموها ريفرسد هيلو ساين، لان الهيلو ساين اصلا بيكون غباشه حوالين الليجن، لكن الريفرس هيلو ساين بيكون غباشه جوه الليجن، خلاص. فديت تسميها اتول ساين، او تسميها ريفرس هيلو ساين، مش موجوده الا في حوالي 20% بس، وانت من حظك طبعا لو شفتها الحقيقه يعني. وانا كان من حظي ان انا شفتها في مره، وطبعا لما كتبت التقرير الكلينيشن ما رضيش يصدقني، وبعت المريض علشان ناخد منه بايوبسي علشان نتاكد، وخدنا طبعا بايوبسي وطلعت كده كريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا. ف ده المنظر بتاعها، اللي هو الريفرسد هيلو ساين او الاتول ساين. نعم، بس انت في معظم الاحيان ما بتلاقيش كده. امال بقى بتلاقي ايه؟ يقول لك والله عيان وبستز بالهبل وكده، اتهرى انتي بايوتكس ومفيش فايده، فعلى طول يجي في دماغك واحد بالاثنين، يا اما ان هو اكيوت ايزينوفيليك نمونيا، يا اما ان هو يكون ايه؟ كريبتوجينيك اورجانيزنج نمونيا. شاطر جدا.